مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء الفريدة التي تضفي على من يسمى به الكثير من سمات الرفعة والشهامة، وباعتباره من الأسماء القرآنية الطيبة. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم عيسى: عيسى اسم علم مذكر قرآني معرب عن يسوع، وهو في اللغة العبرانية بالشين يشوع، وقيل هي كلمة يونانية وتعني المخلص، وهو اسم المسيح عيسى ابن مريم. ولم يرد اسم عيسى في قاموس الكتاب المقدس ولا الإنجيل، ولكنه ورد في القرآن الكريم في 25 آية، منها قوله تعالى: وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، سورة البقرة من الآية 87. وقد أجرى الله على يديه معجزات كثيرة، مثل إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى. والعيس في اللغة العربية هي الإبل البيض التي يخالط بياضها شيء من الشكرة، واحدها أعيس والأنثى عيساء، ويقال هي كرائم الإبل. صفات حامل هذا الاسم: إنسان عبقري وصاحب تفكير إبداعي مختلف عمن حوله، يبحث عن المثالية في تعاملاته ويحب العدل، صريح ويقول الحق ولا يخشى في الحق لومة لائم، يجذب من حوله بسرعة لأنه ملفت للأنظار، محبوب وطيب في تعاملاته مع الآخرين، سخي النفس وله أسلوب هجومي وشجاع في مواجهة المواقف. وهذه بعض الأبيات الشعرية: عيسى نور يشع في السماء، كلمة حق ورسالة هداية، بين النجوم يلمع بريقه، من العدل يبني قصة كرامة، صاحب القلب النقي كالنهر، يروي الأرض برحيق المحبة، في سماء الحياة تلألأ كنجمة تهدي الدرب للرحلة. عيسى أنت الأمل والنور في قلب كل من يتذكر اسمك. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم عيسى؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك، ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.